اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ ازيك يا كابتن؟ خليك يا حبيبي. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ نباتي منور الدنيا. استاذ جمال باعنا المره اللي فاتت. لا قلت له جيت مع الحكيم مره ثانيه. انا اللي بعت. تنوروا وتشرفوا اي مكان يعني. استاذ جمال خليني ابدا مع حضرتك، والاول اعرف تعليقك على مباراه القطن و ثم عودة الروح مرة تانية، أو عودة الكرة في ملعب النادي الأهلي مرة أخرى بعد ما كانت في يد الـ هو دلوقتي يعني الحمد لله أن الكرة أصبحت ما بين أقدام لاعبي النادي الأهلي. بعد ما قعدنا فترة الكرة مش في ملعبنا يعني. صحيح. فنقول دلوقتي للاعيبة النادي الأهلي أن حتى المخاوف اللي كنا خايفينها من مباراة سان داونز والهلال على الأقل عمليا لم تتحقق يعني. وبالتالي أصبح كلمة الحسم في أقدام لاعبي النادي الأهلي. نعم. وأنا على ثقة بإذن الله أنه هم حينتهزوا هذه الفرصة ويحققوا الهدف من هذه المباراة، وهو التأهل إلى الدور القادم. وبكده يسدلوا الستار على مرحلة لن يتم إسدال الستار على إيه؟ على المرحلة اللي هي الماتش يعني تقصد؟ لا المعزين. أنا بقول هيسدلوا الستار على مرحلة من القلق، الشك من القلق والتوتر اللي كل الناس والجماهير كانت عايشة فيه خلال الفترة اللي فاتت. وأعتقد أنه لعيبة النادي الأهلي برضو عندهم القدرة بإذن الله أن هم يحققوا هذا الأمر. يمكن مباراة القطن كان رغم سهولتها النسبيه يعني رغم ده يعني قله القله الفنيه. نعم، رغم القله الفنيه لفريق القطن. لكن انا بتكلم حتى ان انت حتى وانت بتلعب مع مبسوط اضعف فرق المجموعه ما تضمنش اي حاجه. صحيح. ممكن يحصل. انت عملت مباراه جيده يا استاذ. عملت مباراه جيده وحققت نتيجه برضو الى حد كبير هي المطلوبه مرضية. بشكل كويس، واستعدت الثقه و ظهر معاك تاني مجددا محمود كهربا بشكل اكثر من رائع، بيرسي تاو برضو بيواصل، فدي مكاسب اعتقد ان هي هتبقى يعني هتدينا مؤشرات. طيب. الفتره استاذ محمود اخد رايك برضو في هذا الامر. بص يا كابتن، اللي حصل ده تقدر تسميه الناس كلها بتقول نيات طيبه وبتقول بتقول دي مكافأة من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده كله ده شيء يعني جميل جدا يعني حدش كان يتوقع، لأنك أنت أكبرت ملايين المصريين يتابعوا مباراة الهلال وصن داونز. صحيح. يعني شفت منظر القهاوي والكافيهات، الناس واقفة على رجليها في الشارع منتظرة الماتش لغاية ما ينتهي. كلنا طبعا كان شيء مهم جدا. لم يعد في الأمر يحتاج كلام، وعاوز أقول حاجة لجمهور النادي الأهلي وكل محب عشاق النادي الأهلي في هذه اللحظات، دعكم من كل ما يقال على السوشيال ميديا ولا تنظروا لي ولا تدعوا. المباراه داخل مستطيل الاخضر 11 لاعب، هناك من يحاول. برافو عليك يا استاذ محمود. وعاوز اقول حاجه يا جماعه بامانه شديده، والله احنا بنعيش فترات من منتهى الخطوره في علاقتنا كشعوب مع بعض. يعني عاوز اقول ايه، مش هنخلي مباريات كره القدم اللي هي اصلا للمتعه والاثاره والتنافس الشريف تتحول الى مقتله، الى تشويه، ونقع في براسن خلافات حصلت لفترات كبيره، والخاسر احنا في النهايه، لان علاقتنا مع السودان الشقيقه ما يربطنا بالسودان يربطنا روح ودم واخوه وسيظل. خلي بالك زي ما انت وسيظل. وسيظل وسيبقى رغم كل اللي بيحاولوا يوقعوا. وعاوز اقول لك على حاجه، هناك مش عاوز اقول ايادي وعناصر اخرى رغبتها انها تهز المساله دي، انها تزلزل الكلام ده. يا جماعه ده ماتش كوره. اللي حصل في السودان انا استنفر بيه قدرات لاعبتي ان هم يوروني انه يكسبوا 3-4 في الملعب ويلعبوا كوره، بس تركيزه في الكوره، ان انا ابني الروح الحقيقيه للاهلي لابد ان تظهر، ويظهر رد حقيقي على كل من حاول ان ينال من هذا الكيان الكبير غصب عن انف اي احد اراد ان ينال منه، لن يستطيع ان ينال منه الا ان على لاعب الاهلي ان يرد على كل هذا الكلام اللي قيل، التاريخ والكلام بامانه شديده اللي كان مؤسف. ما كنتش اتمنى انه يصدر، لانه لا داعي، لانه مباراه في كره القدم. المباراه الجايه مباراه رجال يا كابتن اسلام. صحيح. مباراه 11 لاعب عليهم براهون ان الاهلي بالفعل
هو الزعيم القاري الافريقي الحقيقي بالملعب بالنتائج بالارقام بالبطولات بالكؤوس مش بالكلام على السوشيال ميديا. هناك يجب ان يكون هناك فارق وتفريق او يعني فارق في الكلام. اللغه اللي بيتكلم بها الاستاذ محمود هي لغه العقل والمنطق ومقبوله جدا جدا جدا. انا عمري ولسه انا كنت بتكلم في الانترو يا استاذ جمال يا استاذ محمود على هذا الامر انه انا مش هطلع بره الملعب. لا يا كابتن ولن اتكلم إسلام. في اي لازم شيء. وانت راجل انت راجل عندك خبرات والاستاذ جمال لازم تتوقع الملعب. سيلجا الاشقاء جانب منهم الى اثاره وبث اخبار واشاعات وعلى عاوز اقول ايه منظومه الاعلام في النادي الاهلي أن تكون يقظة جدا في هذه المرحلة من هذه التوقيتات لأنه ستبث وتفبرك أخبار على ألسنة الجهاز الفني ومجلس إدارة النادي الأهلي وكل منتسبي الأهلي بمشاركة للأسف هناك من يشارك من الداخل بهدف أنه يريد أن يوقف الأهلي أن يريد أن يعطل النادي الأهلي باعتقاده من مساندة نادي الاستاد. أنا بقول يا جماعة لو أنت عاوز توقف الأهلي ما توقفوش بالطريقة دي في الملعب وقفوا في الملعب بأمانة شديدة يا كابتن. لابد يكون طبعا أكيد أنا عارف مجلس إدارة النادي الأهلي صاحب يعني خبرات كبيره جدا يتعامل مع زي المواقف كبيره جدا كان ليه موقف 2000 واعتقد 2019 2020 مع المباراه الشهيره وما رضاش يقدم شكاوي ما حدث في المباراه الاخيره كان نتيجه تصرفات غير مرضيه على الاطلاق ما حدث وانتهى الامر والكاف عايز اقول لك حاجه الكاف خد قرارات ويعني احنا مشينا تبع القانون يعني احنا بنحترم القانون فعاوز اقول يا جماعه علاقتنا مع الاشقاء في السودان اكبر من مباراه كره القدم اكبر من الكلام من التصرفات الصبيانيه اللي بيحاول البعض يجرنا ليها احنا اذكى من كده احنا هدفنا هو التاهل والحفاظ على استمرارنا وجودنا برافو عليك يا استاذ محمود وكيفيه التاهل التاهل دائما يكون من خلال المباراه من الملعب يعني الاخضر يعني انت تلعب المباراه ما لكش دعوه يعني اعتقد انه كل التركيز دلوقتي على ال 90 دقيقه بتوع الماتش بس كده حتى الجمهور يا خارج الماتش جمال المسج او الرساله اللي بيبعتها الاستاذ محمود وحضرتك من خلال البيت الكبير بيتنا اللي هو النادي الاهلي انه الرساله بتقول ان انت حضرتك كمشجع كل الاحترام وكل انت فوق دماغنا لان انت الاساس في كل شيء وانت السند وانت الدعم كل اللي احنا عايزينه السند والدعم لفريقك طبعا فقط وعلى فكره ما حدث من بعض الجماهير المشجعة للهلال ده وارد جدا حتى في الماتشات المحلية يجب أن يكون يعني هناك فارق في التفكير ما بين الجماهير والمسؤولين والشعب احترام والشعب لأنه يعني حتى الشعوب لأنه في الآخر المسؤول حضرتك مسؤول أمام الناس بما أنك بتتكلم طبعاً مسؤول طبعاً بالكلمة وبالقلم اللي أنت بتكتب بيه أستاذ محمود نفس الكلام بالزبط. وبالتالي الامور دي بتبقى امور صعبه جدا بالزبط. جدا جدا واحنا هنستقبلهم احلى استقبال لا طبعا ده ما فيش كالمعتاد ما هو اللي انا عايز اقوله طبعاً. ان احنا دائما كالمعتاد بنستقبل ضيوفنا واخواتنا على اعلى مستوى لا مش السودان لا ده كل الناس الحمد بالزبط. لله والشكر لله وخصوصا السودان يعني الحمد لله. بصفه خاصه كده احنا لنا علاقات ومشاعر لا لا السودان تجاه اشقائنا السودانيين طبعا لكن انا بقول انه الحمد لله والشكر لله دائما سمعه النادي الاهلي وسمعه كره كل الناس في كره القدم المصريه الاهلي زمالك فيوتشر اسمها بيراميدز كل الناس اللي بتلعب في البطولات الافريقيه الحمد لله والشكر لله ادخلوا مصر ان شاء الله امنين بعيدا عن اي شيء وعلى فكره احنا كل ما كان تركيزنا على الملعب وكل ما كانت اعصابنا قاعده كل ما ده يقربك من تحقيق الهدف اللي انت عايزه هم انا عايز يعني العب في الملعب فقط انا عايز العب بال11 اللي اركز بلعبه. اركز بال11 اللي انا عاوز اعمل حاجه واحده بس اقول حاجه واحده بس برضو على منظومه الاعلام في النادي تكون حذره جدا في متابعه كل ما يصدر للرد عليه وقت الفتنه مبكرا لمحاولات البعض اللي يحاول يسيء اللي يحاول يشوه العلاقه ما بين يعني شعبين كبيرين عظيمين علاقتهم مهما يكن ستستمر الى ابد الحياه حتى قيام الساعه صحيح اللي انا عايز اقوله انت ممكن تحفز لعيبتك انك تجيب الحاجات اللي اتقالت عنك وتحطها في اوضه اللبس تسخن لعيب تفضلوا قادر ردوا بقى على الملعب انا عاوز رد في الملعب مش عاوز رد في المدرجات انا مش عاوز اسخن الدنيا على كلام فاضي واعمل فيديوهات وهنعمل ويسوي عاوز اعمل حاجه مش هقول ان انا هعمل وهو لا خليك ذكي لكن انا عاوز اقول يا جماعه المباراه دي والشحنه السلبيه اللي احنا شفناها وتجاوزنا كل المراحل دي وسيبكم من التصريحات والكلام لانه اي مسؤول اي حد عاوز يكبر دايما بيحتك بالنادي الاهلي صحيح يعني ايه يتحاول يتحرش من الاهلي يحاول يسيء ليه لانه اصلا محدش يعرفه يعني هو قبل كده يا جماعه المباراه اقيمت بدون جمهور مباراه القطن بدون جمهور ما سمعناش الصوت
مباراه سان داونز بدون جمهور ما سمعنا الصوت، مباراه مش عارف بدون جمهوره ما سمعنا الصوت. يعني عاوز اقول لك ايه، لكن لما تيجي مباراه الاهلي نطلع بقى نقول بقى ومدلل الكاف ومش عارف مين. لا 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 وتتفتح الابواب يا كابتن. بص يا استاذ كابتن، ما ثواني كابتن اسلام، ما برضه ما يصحش انا في بلدي وفي بيتي اسمع الطرف المنافس ليا بيقول رايه عني وبيتكلم عنه، محدش بيدافع عنه. لو حد قال لك ما تتكلمش انا بكلمك بيقولوا انا يعني بكلمك ما برضه حتى عفوا يعني حتى ما انا ما هو يا استاذ حتى لو المنافس ما ينفعش قال رأي مش عاجبني انا مش هرد عليه غير في الملعب برضه. انا ده وجهه نظري بصراحه. وانا دايما ردي يكون في الملعب. أيوة. بعيدا عن اي حاجه تانية. هي الهدف الاسمى ايه دلوقتي؟ هل ان احنا نرد على بعض ولا ان احنا نصل الى الدور اللي بعد كده ان انت تتأهل؟ بس كده هو ده الرد الاوقع والاقوى. صحيح. على كل ما يثار سواء هذه الايام او في الايام السابقه. صحيح. امتى الفرحه هتبقى موجوده يا استاذ محمود؟ لا ما الفرحه ان شاء الله تبقى موجوده في حاله الصعود. في حاله الصعود طبعا. وعاوز اقول لحضرتك حاجه، يعني اكبر رد على كل هذه المحاولات التي تشويه الاهلي بصوره باخرى، والله لن يفلح ولن يصدقوا. صحيح. سبحان الله، ربنا ليه حكمه، يحكم في اللي بيحصل للواعي والفاهم واللي شايف. شوف انت عملت ايه وشوهت وقلت يعني الاهلي، سبحان الله جيت في ملعبي، جيت فين؟ جيت في القاهره. ماشي. قعدت بقى هتقول لي في القاهره وهنصعد من القاهره، تعال العب مباراه، بلاش تتكلم كتير. عاوز اقول لك على حاجه، وخليها ماتش كوره في اطار انه فرقتين كبار في افريقيا وهيتنافسوا مع بعض. برافو عليك. انا عاوز اقول ان لعيبه الاهلي لابد، انا بطالب الكابتن سعد عبد الحفيظ يراجع شرايط، يراجع يجيب الذكريات. ماتش مانويل جوزيه اللي اتغلبنا فيه 3-0 هناك. لا بس خلي بالك، انا ماتش مانويل جوزيه ده احنا كنا صاعدين. ما انا بقول لك صاعدين، انا واخد بالي. انا بتكلم خلي بالك كلنا هم دلوقتي لا هم دلوقتي ايه، يطلع تصريحات يقول لك انه الهلال عقده الاهلي. ماشي، كلام جميل جدا، خلي العقده في الملعب، بس اديني مبرر للكلام ده. لعيبه الاهلي بامانه شديده ما قدمه مجلس اداره الاهلي وما قدمته اداره الاهلي والجمهور اللي هو غاضب بعد ما حدث في سان داونز، اعتقد الحكمه والقرار من الاداره كانت واضحه وصريحه. لم تنفعل في حاله غضب من جوه، لكن عاوز اقول في حكمه في هدوء. بصوا على الجمهور، لابد من مصالحه جمهور الاهلي لانه يستحق بتقديم مباراه كبيره جدا تليق ببطل ابطال افريقيا. لابد من الفوز يكون بروح عاليه جدا، الفوز بنتيجه كبيره جدا للرد على كل الكلام اللي اتقال. مش العمليه خلاص يا جماعه، خلاص ما عادش لم يعد ينفع الكلام، انتهت القصه. بالظبط. هي مباراه لكره القدم، هي مباراه لكره القدم، الكل ينتظرها، كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه المباراه. لانه المباراه الحقيقه خلي بالك فنيا كمان هي مباراه صعبه جدا. ما هي صعبه جدا. كل الاحترام لجميع فرق المجموعه بما فيها القطن كمان طبعاً الكاميروني. طبعاً. هي المشكلة ان النادي الاهلي مر، وده طبيعي في مرحلة المجموعات دي ممكن تمر بمنحنيات. ده بقى لنا 3 سنين تقريبا. ايوه وضع طبيعي، لكن الشطارة برضو ان انت في الاخر ترجع في الوقت المناسب، او كمان الظروف خدمت، مش هننكر ده نتيجة مباراة سان داونز والهلال. ده في اخر ثانية. ايوه ده شيء جميل. وبرضه انت لو ما كنتش بتقدم اللي عندك وبتعمل اللي عليك كان ممكن ما تستفيدش. صحيح. كان ممكن مش هتستفيد. صحيح. لو ركبك يعني ثابت وخسرت وبعت القضيه يعني. فدائما النادي الاهلي برضه ردا على ما يقال ان هم اي حد يعني مش الهلال ولا غيره عايز يعمل عقده الاهلي، يعني يعمل عقده. ما فيش حد عقدة الأهلي، عقدة كلهم. عندما قيل على فكرة الأهلي هو عقدة مع ده رأيي يعني، وده الواقع، الأهلي هو عقدة كل الفرق الأفريقية يا أستاذ جمال، مع كل الاحترام ليهم. صحيح. لأنه أكتر الأندية وصولا للمباراة النهائية. أيوة. وأكثر حصولا على هذه اللقب. لكن عايز أقول لحضرتك حاجة بس، هو قال لك كده في نفس الفترة، أنا فاكر أنا كنت بلعب، قالوا كده في نفس الفترة دي، وأعتقد يعني أستاذ محمود كان دايما وحضرتك كان دايما بتسافروا معاه. كانوا دايما في اي حته تروحها في شمال افريقيا يقول لك الاهلي بيتغلب، او كره القدم المصريه اهلي زمالك اسماعيلي ساعتها اي حد بيلعب يقول لك كانوا بيتغلبوا من شمال افريقيا. لو تفتكر الاهلي راح كسب الصفاقسي وخدنا البطوله من معقل الصفاقسي. صحيح. واعتقد ان دي كانت البدايه لما فيش حاجه اسمها يعني ما يخص هذه ما فيش عقده يعني ما فيش 2001 يا كابتن اسلام، طحنا بالترجي
تعادل 1-1 وصلنا لمباراه نهائيه بعد 14 سنه صحيح بهدف كابتن سيد عبد الحفيظ صحيح. فاللي انا عاوز اقوله لك كابتن اسلام قبلها في 2010 رجع البطوله رجعت بعد 14 سنه غياب عن تاريخ النادي. كابتن اسلام اتمنى ان تكون مباراه الهلال هي عوده للوجه الحقيقي لبطل افريقيا، استنفار لكل الهمم بكل الاتجاهات اعتبار المباراه انطلاقه من اجل يعني استرجاع اللقب صحيح ماشي اللقب ال11 ان شاء الله باذن الله تعالى. العوده واللعب بروح يا روح الاهلي، الكلام ده يا كابتن اسلام والله مهم جدا، محتاج فعلا جلسات مع اللاعبين يشعروا بما تشعر به الجماهير. يا جماعه الجمهور مش مستفيد حاجه، الجمهور بيتكلف تذكره وهو واولاده بروح يشجع، هو اللي بيطلع من جيبه ودافع على النادي، هو اللي بيطلع من جيبه. انت هو مش طالب منك انك انت تؤدي بروح تعمل اللي عليك، التوفيق ده بتاع ربنا. يعني هي لو الجمهور شعر في مباراه صن داونز انك انت موت نفسك في الملعب وخسرت باي نتيجه ما كان برضه هيسقف لك، لكن الناس صعب عليها المنظر انك انت قاعد مستسلم الاثنين، يعني شايف في الامر صعب. فاعتقد نضع كل ذلك وراء ونضع مباراه الهلال كما يعني سموها الاخوه في السودان مباراه الصمود والتحدي انها مباراه انطلاق وعوده اللقب الذي غاب لعام واحد في ظروف كلنا نعلمها جميعا لكن علينا الرد بقوه، والرد بقوه يكون داخل المستطيل الاخضر باداء فني باداء مهاري بدل ما بجري 6 7 كيلو هجري 12 13 كيلو بدل ما يعني عاوز اقول ايه، عاوز اروح مباراه دي مباراه الروح، والاهلي هو مدرسه في الروح. اتمنى اللعيبه، واعتقد هيكون طبعا اكيد مع الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الاداري ودعم الاداره هيكونوا حاضرين بقوه في مثل هذه الظروف اللي بيمر بها النادي حاليا. عموما كلام مهم جدا بيقولوا الاساتذه الاستاذ جمال الزهير الاستاذ محمود صبري، هنكمل كلامنا في هذا الامر ولكن خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم بقى عن كاس الرابطه اللي بيحصل بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم، دي كانت قائمه الهاتريكس في النادي الاهلي خلال البطولات الافريقيه السابقه، كابتن خطيب، كابتن حسام حسن، كابتن زكريا ناصف، كل الاسماء اللي حضراتكم شفتوها، كابتن محمد ابو تريكه، كل الناس اللي موجوده يعني عشان ما انساش حد، كلها كان لهم دور الحقيقه، كابتن خالد بيبو، كابتن وليد ازارو، كابتن حسين الشحات، اخرهم كابتن محمود كهربا، وتظل دائما القائمه متواجده. استاذ جمال، استاذ محمود، دلوقتي رابطه الانديه اعلنت المواعيد المقدمه ليها او مواعيد المباريات اللي هتلعب ان شاء الله لكاس الرابطه. اولا ايه رايكم في هذه المواعيد ومن وجهه نظركم كيف ترى ان الاهلي يلعب يوم 27 وحتى الان يوم 31 او 1؟ اولا لو حبينا نتكلم، اولا في ظروف هي اللي بتؤدي الى ان النادي الاهلي يعني مش عاوز يلعب هذه المباراه، انه في لعيبه دوليين سواء للمنتخب المصري او اللعيبه اللي هيسافروا المحترفين اللي هيروحوا مع منتخبات بلادهم يعني. وبالتالي انا مش عاجبني بس حاجه، اتفضل، رد فعل الرابطه من طلب النادي الاهلي. يعني الوضع الطبيعي انك تاخد الطلب وتدرسه، هل النادي الاهلي عنده حق في هذا؟ نعم ولا لا؟ يعني ما تكلمنيش باللائحه بتاع السنه اللي فاتت، البطوله كلها اتغيرت السنه دي، كاس الرابطه غير السنه اللي فاتت. طبعا السنه اللي فاتت كانت مجموعات، صح؟ صحيح. المره دي انت قررت تعملها زي الكاس، زي كاس مصر، صحيح، يعني بخروج المغلوب. فبالتالي اما النادي الاهلي برضو يطلب منك طلب بهذا الشكل لازم تقراه كويس وتشوف هل لديه الحق ام لا. ابسط الامور هنا بيراميدز هيلعب مع انبي وفيوتشر مع طلائع الجيش يوم السبت 25/3، تمام، بعديهم بيومين، بعديهم بيوم الزمالك والبنك الاهلي، بعديهم بيوم كمان الاثنين الاهلي والمصري، تمام، بعديهم الاهلي هيلعب امتى مع 31 غالبا المباراه الغايه في الاهميه اللي هي برضو في ظل موسم كله اخفاقات للكره المصريه هيبقى عندك فرصه ان النادي الاهلي مستمر في دوري ابطال افريقيا. نعم. وبالتالي يجب اعاده النظر في هذا الموعد بتقديمه بتاخيره بعد كده، المهم انه يتعمل بما يخدم مصلحة النادي الأهلي مش بس كنادي أهلي. والنادي الأهلي طلب تأجيل هذه المباراة. تمام. أو ما هو التأجيل عشان هو مش يعني يفضل إن هو ما يلعبش، لكن
لو في اصرار على لعب المباراه يبقى في ميعاد مناسب، ما هياش يعني انت اساسا عامل الجدول ده امتى؟ يعني انت عامل جدول كاس الرابطه ده امتى؟ ده من يومين عامله، من يومين ثلاثة شهر يعني من كذا يوم، من يومين يعني اسبوع عشر، يعني ما هوش محدد مثلا من سنه او ست شهور. فيعني في لازم يكون لغه الحوار موجوده حقيقي، ودي ما فيهاش اشمعنى يعني ما فيش مثلا اي انديه لا تانية. ما هو انت لو قلت لي اشمعنى، ما انا بطالب بالعداله برضه. بالظبط، انا عندي 14 لعيب مش موجودين اللي انا يا استاذ جمال. نعم. انا عندي يا استاذ محمود 14 لعيب مش موجودين. لا. 14 لا. وعندي 3 4 ياسر ابراهيم ومحمود متولي وايمن واسمه واكرم توفيق وكريم فؤاد، ده 4. انا 14 ادي 18، انا القايمه بتاعتي كلها 27 ولا 28. طب انا هلعب ازاي؟ هذه هي الفكره بالظبط، وده اللي احنا بنطالب بيه. السؤال بس يا كابتن، بامانه شديده للسيد رئيس الرابطه والقائمين عليها، نعم، ما هو الهدف من كاس الرابطه؟ ايه هو الهدف الفني؟ ما انت يعني عملتها ليه؟ سؤال عاوزين حد يجاوب عليه. انا عايز اقول حاجه، كان يتصور، وزي ما احنا بنشوف ورد بنتعلم من الناس اللي بره، وبنشوف مثلا في انجلترا في كاس اسمها كاس الاتحاد، كاس يعني كاس مصر، في كاس اسمها كاس مثلا كرباو، مش عارف ايه، في عندك في حاجه اسمها مش عارف حاجه تبع الرابطه. كنت اعتقد ان هناك رؤيه محدده في كاس الرابطه، بمعنى انت عندك النهارده مشكله انه الراجل بتاع المنتخب الاولمبي جاب المسؤول عن المنتخب كابتن محمد بركات، قال له يا كابتن محمد ولا لعيب من اللي عندي بيلعب مع انديته، صحيح اغلبهم ما بيلعبوش. طيب يا كابتن محمد انا ما عنديش حارس مرمى اساسا في فرقته. صحيح يا كابتن محمد، هنروح نلعب في اولمبياد باريس ازاي؟ نقابل الناس ازاي؟ فنلعب مباراه وديه مع الشقيق السودان منتخب الاولمبي ونكسبهم 1-0 بالعافيه. كنت اعتقد ان يكون الهدف من كاس الرابطه هو اتساع القاعده للاجيال اللي جايه، يعني ايه؟ دول يبقوا البطوله دي للاعيبه المنتخب الاولمبي، لاعيبه منتخب الشباب، للكشف عن المواهب، ادي الفرصه للانديه ان توسع القاعده وتشوف لعيبه صغيرين ونديها. لكن انت جيت قفلتها وجيت عملت لي رايحه ولازم الدوري. طب ازاي انت عاوز اللائحه؟ معلش فين اللائحه؟ ما انا بصح حضرتك عاوز بتقول قفلتها وعندك الدوري مشتعل وافريقيا اللي انت مصر انت شايف والمنتخب وتصفيات والمنتخب الاولمبي وتصفيات، وعندك بعد بكره هيبدا مش عارف تدخل فين يعني، وعاوز تبني كاس مصر من مين دول؟ ما انت شفت الوضع قدامك، احنا ما عندناش القدره انه اللعيبه تستحمل تلعب كل 3 ايام يعني. الواضح البنيه والتاسيس ما عملش تم الكلام ده يا جماعه يعني. بامانه جديده يا استاذ احمد دياب، هل ده منطق؟ يعني هل من المنطق ان انا اضيق والزم قائمه الدوري هن اللي تلعب وانت عاوز يسافروا ويطلعوا والاهلي او غير الاهلي يعني بلاش يا عم الاهلي ولا لا عشان بيعمل حساسيه، او يسافروا لعيبته مع المنتخب والنهارده فوتشر ما عندوش لعيبه في المنتخب، بيراميدز عنده 2 لعيبه بس، 2 لعيبه، الاهلي عنده كام؟ تلزم ما انا بكلمك اهو 7 سؤال، الاهلي عنده كام؟ 7 والمحترفين كام واحد سافروا؟ 3 ادي 10 وعندك منتخب الاولمبي كام؟ 4 وعندك مصابين كام؟ 4 وخلاص حلو الكلام، تيجي كمان بعد ما تعمل ده كله وجاي تلاعب لي ايه؟ بالمنطق والله العظيم والله حرام، بيراميدز وانبي وفيوتشر والطلايع والزمالك والبنك الثلاثة يلعبوا في القاهرة ومودي الاهلي يوم 27 يلعب في برج العرب، وعاوزه يلعب يرجع من برج العرب يطلع يلعب مع الهلال يوم 31. ايه ده؟ ده انا لو جبت حد من بره ملوش علاقة ما يعملش كده مع الاهلي، ده لصالح مين الكلام؟ ايه يعني مش لاقي تفسير، انا عاوز حد يطلع يقول لي الحاج عامر حسين يقول ايه الهدف من يعني توديه اخر الدنيا؟ لان المصري بيلعب بمصر والاهلي ما انا واخد بالي يعني ليه؟ يعني ليه؟ وبعدين يوم 27 والتنين يلعبوا يوم 25 ويلعبوا يوم 2 هيلعبوا يوم 2 ابريل وانا يوم 31 يعني ارجع من اسكندريه العب راحه يوم اخد راحه يوم واتدرب يوم وتاني يوم العب ماتش في غايه الصعوبه 31 او 31 حسب ما يقال ما نعرفش احنا 1 ولا 31 ايوه يعني ما حسب لكن انا بتكلم عن المنطق. انا كنت اعتقد انه كسر رابطه لو انتوا عاوزين تدوها الفريق خلاص ما تدوها يعني عاوز اقول لك ايه خلاص تدوها، ما دي فرصه يا جماعه انه كسر رابطه دي انك انت تخلق منافسه انه الانديه الثانيه اللي بتقول ان احنا مظلومين مش عارفين ناخد بطوله من الاهلي ومن الزمالك انه الانديه الثانيه تفوز بيها. طب لما اجي اعمل كده اعمل ايه؟ ادي فرصه ان انا اكتشف مواهب
اطلع العيال الصغيرين الشباب دول مش لاقيين مكان يلعبوا، ان انا اجربهم واحطهم على الخريطه واشوف واشتغل عليهم. لكن انا شغال على نفس المجموعه بهلكها وبخلص عليها، بتقول لي عاوز تصعد كاس الامم الافريقيه وعاوز تروح تنافس كمان هناك، ولسه هتبدا كمان معاك ما تعرفش كمان قرعه تصفيات كاس العالم هتبدا امتى كابتن. لا خلي بال حضرتك كمان في ظل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، انت اللعيبه الدوليه هترجع يوم كام؟ يوم 29 يوم 29 يعني بالتالي طيب اللعيبه اللي المفروض مريحه وتلعب ماتش زي ده، لا اجهدهم اسفرهم الماتش الثاني بتاع ملاوي هيبقى يوم 28 انا بكلمك 24 و28 لا ده انت عندك منتخب اولمبي هيلعب 22 وماتش العوده 26 والمنتخب الاول هيلعب يوم 25 وماتش 24 وماتش العوده. ده العوده يجيب من فين؟ ما شفتوا اللي حصل في صن داونز والناس مسكت في يا جماعه بامان شديد، والله اقسم بالله بسال بامان شديد القائمين على الرابطه ايه الهدف؟ طب انت شفت منتخب شباب حصل له ايه؟ والمنتخب اليوم انت شايف الوضع، مش دي كانت تبقى فرصه بطوله ها للناس حتى اللي مش موجوده يعني اللي مش دوليين مع العناصر الموجوده دي، ان انا فرصه ان انا اطلع واحد واثنين وثلاثه اكسب لي اشوف ادي المدربين اللي بيشتغلوا صف الثاني انهم يطوروا ويدوروا ويفتشوا ممكن حد يطلع لنا واحد. عاوز اقول يا جماعه بامانه شديده الموضوع مش عاوز اقول واخش في النيات وافتش واعمل زي الناس، بامانه شديده عايز تفسير منطقي للي حط الجدول الناس دي تلعب يوم 25 و26 في القاهره والاهلي في اسكندريه ب 27 واجيبه على 31 بتفرض انك تلعب بقائمه الدوري طبعا ما ايوه لا هو عامل كده مفتوحه لا مش مفتوحه يا ريس مش مديك لا دلوقتي الوضع دلوقتي يا ريس مش السنه فات حاجه ودلوقتي حاجه ثانيه بس السنه فات كانت مجموعتين يا استاذ زمان لازم يبقى في فرصه للاعبي المراحل السنه لا مش موجود الكلام ده السنه اي نادي يشارك بالفريق اللي هو عايزه مش موجود يا كابتن استاذ جمال مش موجود الكلام مش موجود الكلام ده حاليا اللاعب كله بقائمه الدوري المهم انه لازم الرابطه ما احنا بنسال السؤال ايه الهدف تدرس طلب الاهلي تدرس طلب الاهلي ايوه ده رد عليك ما ادكش فرصه انت انت جاوبت على السؤال بعدين ما فيش بنص ساعه ما فيش نص ساعه لك لا ان انت تدرس انا بسالك بقول لك ايه انا بشرح لك ظروف في اعتبارات مش كده صحيح مش النادي الاهلي ببيانه طلع اعتبارات معينه اللي على اساسها بيطلب تاجيل صحيح اسال شوف ايه اللي يا جماعه ده يا جماعه يا جماعه يعني بامانه يا جماعه يا جماعه نسيتوا اللي حصل السنه اللي فاتت يعني البطوله اللي حصل السنه اللي فاتت واللي حصل فيها وجابوا الكلام ده يا جماعه ده اتحاد الكوره خاف يهني النادي الاهلي انه الفيفا قال ان هو في مونديال 2025 ليه خايف ليه يا استاذ محمود والله العظيم خايفين ليه والله بجد لا خايفين والله بجد خايفين والله خايفين وشايفينه عيب وحرام يعني ان هو تهنئه الاهلي بانه الفيفا اعلن انه الاهلي شارك في مونديال 2025 بشكل عشان ما يزعلش حد عشان ما يزعلش حد هل يصل من المرحله مش حد مرشح انه يبقى كده لا يعني. لا انا بسالك سؤال يعني شوف الاتحاد السعودي عامل ايه مع الهلال يا جماعه ده الاهلي والله العظيم ما يصح كده يعني عاوز اقول يعني في حاجه ابسط من كده يعني خلي حد يطلع يتكلم فسروا لنا ازاي بطوله انت عاوزها دلوقتي وبتجبرني عليها وانا بقول لك انا عندي ماتش فاصل والطرف الثاني بيتاجل له ماتشين في الدوري جاي هنا بقول لك انا هكسب هنا وخلي بال حضرتك يا استاذ محمود انت برضو مش شايف ان في وسط هذه الامور ايه اللي حصل اتحاد كره القدم اتخذ قرار بتاجيل كاس مصر اللي كان من المفترض ان يتم ان تلعب بدون اللاعبين الدوليين في الفتره ما بين 14 و19 مارس وتم تاجيلها لاجل غير مسمى خدت بالك ولا ما خدتش بالك عرفت القرار ده ولا ما عرفتوش مش لما يلعب النهائي الاول بتاع البطوله لا هي غير كده ما هو انت ما انت في مباريات كاس بقى نفسها انت في مباريات بتاجلها اهو لا طبعا امال ايه ولا هل ده له معنى وطريقه ولا ده له معنى وطريقه واضحه والله بجد والله والله بكلمك واضحه على فكره الخبر اهو قدامي من دلوقتي اجل قرار اتحاد كره القدم تاجيل مباريات الدوري 32 لبطوله كاس مصر 2022 23 وكان مقرر اقامتها في الدوري من 14 الى 19 مارس بدون اللاعبين الدوليين لاجل غير مسمى بداعي الانتهاء من الكاس القديم من الكاس القديم يا كابتن ده ماتش واحد يا كابتن اسلام يا كابتن اسلام لا ماتش يا كابتن اسلام سؤال مره تانية انا شايف انه بطوله كاس الرابطه فرصه للانديه الاخرى في الدوري ان انا ازرع عنديها دوافع انها تفوز باللقب صح يبقى ادي فرصه لمين للوجوه الشابه والصاعده والكلام ده انا اجربها واديها احتياط انت ما بتتكلمش على النادي الاهلي انت بتتكلم بشكل عام بتكلم بشكل عام يا كابتن احنا عندنا مشكله في القاعده يا كابتن احنا ما عندناش راي في الاسلام احنا اتكلمنا وقلنا لا عندنا راس حربه ولا باك رايت ولا باك ليفت ولا عاوز اقول ايه في مشكله
في مشكله ما ادي فرصه للبطوله دي ان انا اجرب واشوف ودي بقى مع عناصر الخبره اللي ما بتلعبش ماشي واعمل وزي ما اتعملت السنه اللي فاتت وشفنا استفدنا ايه. طيب هل من الممكن ان نجد حل يا استاذ جمال لهذا الامر ولا انت شايف ان الامر كده هيقفل؟ لا انا شايف انه الحل زي ما قلت ولسه متمسك برايي ان تحكيم صوت العقل. ايوه ان انت ما تقولش هو كده ما فيش حاجه اسمها اذهب انت وربك فقاتلا. يعني ما تحطش الانديه في موقف صعب. يعني مش الانديه ده نادي واحد يا استاذ جمال، ده هو نادي واحد. انا بتكلم على بس الفكره اللي ليه انا بلعب 25 هنا وبلعب هنا 27. انا بتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي ما ينفعش ان انا اقول له روح انت منك بقى لنفسك اعمل اللي انت عايزه او اتصرف او هعاقبك او هعاقبك لو انت خدت قرار. أو لازم تدرس الموضوع زي ما قلت بقى قبل كده في كلامي، وبناء عليه لازم يبقى قرارك متماشي مع الهدف من تطبيق أو مساعدة المساعدة المساعدة يا استاذ جمال من تنظيم هذه البطولة. مساعدة 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 الأندية مساعدة النادي بتاعك. رابطة الأندية دي هي اللي بتساعد الأندية في الوصول الى اسمها رابطة الأندية. رابطة أصلاً. الأندية وبالتالي طبعاً. يجب ان يكون هناك عدل ما بين الجميع، وبالتالي ايضا انا بس محتاج حد يفسر لي وانا ليه بلعب أندية بتلعب 25 و26 ونادي بيلعب 27 وعنده مباراة قبل. ما هو المعيار المفروض يبقى واحد. مفروض يعني حتى لما بتيجي تحط جدولك مع الاعتراف ان النادي الاهلي او مع ان احنا كلنا عارفين ان النادي الاهلي طلب تاجيل هذه المباراه. احنا بنتكلم في قصه ثانيه. أيوة. النادي الاهلي طلب تاجيل هذه المباراه. يعني أيوة. ما فيهاش كلام رسميا طالب ان هو ياجلها بالظبط كده، لكن احنا بنتكلم كمناقشه عامه. يعني بالظبط ليه 25 و26 وانا بلعب 27 بالزبط. وعندي ماتش 31؟ لا احنا بندي مثال على ان الامور مش متقاسه في حاجه بمزوره واحده او بمقياس واحد. عموما يعني خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه في هذا الامر. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال على شكرا كابتن اسلام. انا بشكرك جدا يا استاذ محمود، شكرا جزيلا على وجودكم معنا. شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.